وقررت المحكمة إلزام المشتكى عليه غيث السعود العبد الوالي بأربعين قرشا فلسطينيا حسب الصك المقدم إليها. يا غيث. نعم يا سيد. روح ادفع لي 40 قرش عند محاسب المحكمة وارجع علي مشان أسكر القضية. والله الساعة مصاري ما معي يا سيد. طيب اسمع، بتقدر تدفع قرشين بالشهر؟ أقدر. روح استناني برا مع الفقراء اللي برا. يلا كثر خيرك. لهسه على المحكمة ما حولت لك قضيته يا أستاذ؟ حبيت أبشره فيها سلف يا سيدي. تفضل اقعد ارتاح. أنا مستحيل ارتاح أنا وضميري ووجداني إذا ثلاث مرابيين بدهم ينهبوا رزقة 300 فلاح طفران سالخهم الجوع سلخ وما لهم حيلة غير شقفة الأرض اللي مرهون للتاجر تبع الطلاع والفائض. ما هاي نص شغل المحكمة لهم. وعلى ايش رهنوها للمرابين؟ ها؟ على ثوب وعباء؟ ولا على رطلين سكر؟ ولا على 5 طال قطين وخصب التمر؟ ولا على 20 ذراع قماش ملس؟ ولا على 50 ذراع حبل؟ ها؟ ولا على ايش؟ على غربال وشاعوب ومذراء؟ ولا على جوز زربول حنتور؟ صحيح. خليني اقعد انا وياك باخر الدوام، ها، بس اخلص من هالكم قضيه اللي بين ايدي. علي الطرباش انه كل ورقه جوات هالملفات فيها مصيبه اكثر من مصيبه الحرب والمحل. يعطيك العافيه سيدي، مع السلامه. تفضل، المحكمه معقوده لك ولعليان. تفضل يا بني، تفضل. يا سيدي مأمور الأجرة الجديد. هذا قديش رقم قضيتك؟ آسف يا سيدي آسف. 471 على 47. نادي لي فلاح الأحمد الصالح. فلاح الأحمد الصالح. فلاح الأحمد الصالح. فلاح؟ نعم. قول. الله يعطيك العافية يا سيدي. أهلين. ها؟ ما قدرت تسد عليان؟ الله وكيلك يا سيدي، انه كل رزقتي من شقفة الارض 15 مد قمح، وهذولهم خبزات ولادي للموسم الجاي. وطيب؟ قلت له يصبر للموسم، على الله تجي السنة غلال، وربنا يجبر بالخاطر. ما رضيش، قال إلا بدي يكتب سند جديد، ويخلي القروش يولد انه نص، حتى يصبر للسنة اللافية. تدري يا سيدي؟ لونها غنم، وموكل ربيع السنة الفايتة، ومعلفة شعير، ما يولد نصها. شلون القروش يولد النص؟ شو رأيك يا أستاذ؟ أطلب من المحكمة الموقرة تنفيذ بنود الصك وإلزام المشتكى عليه بدفع القيمة المطلوبة أو بيع أمواله غير المنقولة وفاء للدين. دخيلك يا سيدي، خليهم يأخذوا بيت الشعر اللي أنا ساكنه مع أولادي ويتركوا لي الأرض، ماليش رزق غيرها. وين بدك تسكن؟ بسكن بمغارة تحت شجرة، بس إني ما أفقد الوطاة. هذه بصمتك اللي على الصك؟ بدك الصحية يا سيدي اني بصمت على ورق كثير اللي عليان، مش متأكد انه هاي بصمتي ولا لا. سيدي هذه بصمة المشتكى عليه على صك دين سابق، ارجو من المحكمة. قرار. قررت المحكمة استدعاء الشاهدين على كتابة الصك وبصمة المشتكى عليه. الجلسة القادمة في 31 من الشهر الحالي. غالب بيك، بكرة بنقدر نجيب شهود. المحكمة عندها قضايا كثيرة يا أستاذ. روح يا فلاح
وتعال علي بآخر يوم من الشهر. الله يخليك يا سيدي، الله يوفقك. خاطرك ظل شيء؟ ظل يا سيدي القضية 464 على 47. نادي لي عايد الرجل فاضل. عايد الرجل فاضل. عايد الرجل فاضل. عايد الرجل فاضل.